ده عدد من المشروعات اللي تمت بالفعل، ولسه دلوقتي في مشروعات بتتم، ولسه كمان القادم كتير قوي إن شاء الله. عندنا في مجال الطاقة على سبيل المثال مثلا في قطاع البترول أكتر من 115 مشروع. عايزين نتكلم بتفاصيل أكتر. معنا دلوقتي المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول. يا باشمهندس إزاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ رنا؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله تمام. عايزين نطمن المشاهدين كده على ابرز المشروعات اللي بتتم في الوقت الحالي في قطاع البترول والطاقه وكمان الثروه المعدنيه. بس هقول لحضرتك بالنسبه لقطاع البترول، قطاع البترول شهد خلال الفتره الماضيه قفزات متسارعه في كل الانشطه. فلو احنا اتكلمنا عن الاتفاقيات البتروليه والمزايدات اللي تم طرحها، طرحنا العديد من الاتفاقيات، صدر بها قوانين في مناطق جديدة سيتم البحث عنها بموجب هذه الاتفاقيات، مناطق جديدة جاذبة زي غرب المتوسط، زي البحر الأحمر، وإن شاء الله الأمال كبيرة إن احنا عندما تعمل هذه الشركات العالمية اللي هي جت مصر لأول مرة زي إكسون موبيل، وفي شركات كثيرة بتشتغل في هذه المناطق، إن شاء الله المجهودات بتاعتهم و بحث سايزمي والحفر ان شاء الله يسهل عن اكتشافات تدعم الاحتياطي من البترول والغاز ودعم الانتاج بتاعنا. ده فيما يتعلق بالاستكشاف اللي هو بيعد الركيزه الاساسيه لعمل قطاع البترول وتحقيق اكتشافات. فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي سواء من الغاز او الخطه بتاعتنا ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي من المنتجات البتروليه، الغاز الطبيعي الحمد لله احنا حققنا الاكتفاء الذاتي في 2018 سبتمبر. حاليا دلوقتي في كميات بيتم تصديرها. استطعنا ان احنا نحل مشاكل التحكيم فيما يتعلق بمصنع الاساله للدمياط. المصنع الاساله اللي في ايدكو شغال دلوقتي، ابتدت الشحنات يتم تصدير الفائض. احنا بنكفي كل احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي. اذا كنا بنتكلم دلوقتي ان في مبادرات رئيسيه عشان خاطر المواطنين يستفيدوا من ثرواتهم الغازيه، الرئيس السيسي طرح مبادرتين كبار جدا لخدمه المواطنين. المبادره الاولى اللي هو التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل، بيتم من خلال مبادره من وزاره البترول التوصيل للمشروعات للمناطق الجديده 30 جنيه لمده 6 سنوات، والمستندات المطلوبه بسهوله ويسر يستطيع المواطن من خلال البطاقه بتاعته ومن خلال ايصال نور او كهرباء او ايصال مياه او ايصال غاز او ايصال اي ايصال يثبت الاقامه في الوحده السكنيه، بيتم على طول توصيل الغاز اليه في هذه المشروعات. احنا بنتكلم برضه فيما يتعلق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البتروليه. مهندس سالم ملا بيتابع دلوقتي تنفيذ خطه كبيره جدا فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات للتكرير عشان نقدر نحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين من البنزين والسولر. الرئيس شرفنا العام الماضي بافتتاح في نهايه الماضي بافتتاح مشروعين كبار جدا، انتاج البنزين في الاسكندريه او انتاج البنزين والسولر في مستورد. حاليا دلوقتي احنا في انتظار تشريفه لافتتاح مصنع مجمع انتاج البنزين. ايضا في مشروع بيتعمل في ده قريب قبل رمضان يا فندم؟ ان شاء الله يا فندم احنا منتظرين ان شاء الله. دلوقتي تم الافتتاح التجريبي دلوقتي في تشغيل، وان شاء الله احنا منتظرين ان شاء الله الافتتاح الرئاسي لها مشروع مجمع بتاع انتاج البنزين. ايضا شغالين دلوقتي في اسطول مجمع انتاج السولار، ده استثماراته حوالي تقريبا أكثر من 2.3 مليار دولار شغالين فيه دلوقتي. هذا بالإضافة إلى في التوسعات بتاعنا. ده تقريبا 3 مليار دولار التوسعات بتاعته. عايز أقول لحضرتك هذه المشروعات إن شاء الله تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 23. دي خطة المهندس طارق الملا فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي. طب الناس بقى بتسأل في حالة تحقيق الاكتفاء الذاتي إحنا كمواطنين هنستفيد إيه؟ حضرتك انتوا كمواطنين هتستفيدوا الاتي: ان الامدادات بتاعتنا من البترول والغاز هنقلل الاستيراد، وبالتالي تقللي العمله الصعبه اللي كنت بتستوردي بيها، بتخففي الضغط على ميزان المدفوعات بتاع الدوله،
في نفس الوقت بيبقى عندك تأمين للمصادر. احنا الحمد لله خلال بقى لنا دلوقتي داخلين على 4 سنين ما عندناش أي طوابير، ما عندناش أي اختناقات. المنتجات موجودة في المحطات في سهولة ويسر، بندي كل المصانع احتياجاتها، كل دي حضرتك بيتم تشغيل المصانع، كل دي بتعتبر قيمة مضافة طبعا للاقتصاد المصري. أيضا في عندنا دلوقتي كمان مشروعات البتروكيماويات، احنا شغالين على قدم وساق ان احنا عايزين نعظم القيمة المضافة من ثرواتنا الغازية. في مشروعات البتروكيماويات بيتم تنفيذها دلوقتي، ده كل دوت في اطار خطتنا ان احنا نبقى بنحقق القيمه المضافه. في حاجه بقى على المستوى السياسي المستوى الدولي، ان مصر دلوقتي شغالين على مشروع، طبعا الرئيس بيدعمنا واحنا بنشتغل على مشروع قومي ان مصر تتحول لمركز اقليمي لتجاره وتداول الغاز والبترول والطاقه بصفه عامه. طبعا اتخذت خطوات ضخمه جدا منذ انشاء منتدى غاز الشرق المتوسط اللي تحول الى منظمه ومقرها القاهره ورئيسها دلوقتي الدوره الحاليه مولا. فبالتالي هذا المنتدى مش معمول بس عشان مصر، هذا المنتدى هيبقى في حلقه الوصل بينه وما بين الدول المطله اللي هي موجوده في الشرق المتوسط. في 7 دول اعضاء في هذا المنتدى، هيسهم في ان احنا نقدر نستغل البنيه الاساسيه الموجوده. واحنا عارفين ان مصر عندها البنيه الاساسيه قويه، احنا عندنا شبكه قوميه للغازات الطبيعيه، عندنا مصانع للسكن، عندنا قناه السويس والاخره. وبعدين دخل دلوقتي كرافد جديد في استراتيجيه وزاره البترول والثروه المعدنيه. بشكرك جدا المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي باسم وزاره البترول. من الواضح طبعا جهود كثيره ومتواليه في مجال الطاقه، والجهود دي مش وليده يوم وليله او وليده اللحظه، انما هي جهود بقى لها فتره وعدد من السنوات بتتم على قدم وساق عشان نوصل للنتيجه دي، وعلشان في 2023 يبقى عندنا اكتفاء ذاتي حققناه، فبالتالي المواطن نفسه يشعر بحاله من الرضا التام، وده اللي بنحاول نوصله في كل المجالات.